حقائق عن الذئاب لم تكن تعرفها من قبل، وحكاية الذئب في قصة يوسف عليه السلام. اهلا بيكم في قناة حقائق ومعلومات. لو اول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا جديدة باستمرار. الذئب هو اكبر عضو في عائلة الكلاب، وهو قريب جدا من ابن آوي والكلب الاليف، الا انه اكبر منهم وله فكوك قوية وارجل قوية وزي لفرو سميك. الذئب حيوان بري شرس عزيز النفس، لا يأكل الا طازجا، لا يأكل الجيف ابدا، فهو حيوان ذكي تكون افكاره قريبة من افكار الانسان، وله صفات لا توجد في غيره من الحيوانات، فهو يتميز ببصره الحاد وحاسة الشم القوية للغاية. حيوان لديه الكثير من المكر، لا يخلو من الحيل والافكار، صبور للغاية، قادر على المراوغة، لديه حاسة شم قوية واذا جري وسبب قفزة قوية، وهو اكثر الحيوانات صبرا على الجوع. يتميز حيوان الذئب بسرعته العالية التي يمكن ان تبلغ 70 كيلومتر في الساعة. يمكن للذئاب السباحة لمسافات تصل الى 13 كيلومتر بمساعدة الشباك الصغيرة بين اطراف اصابعها. تركض الذئاب ايضا على اصابع قدميها، وهذا يساعدها على التوقف والالتفاف سريعا اثناء الجري بسرعات عالية، كما يمنع اصابة المخالب. الذئب شجاع وجريء لدرجة انه يجرؤ على مهاجمة الخيول البرية. يختلف حجم ووزن الذئاب اختلافا كبيرا من حيث موطنها، فكل من الوزن والحجم يزداد كلما كان النوع ينتمي الى الشمال اكثر. يتراوح ارتفاع الذئب من 60 الى 95 سنتيمتر، اما بالنسبة للوزن فان الفرق اكثر وضوحا. يبلغ متوسط وزن الذئاب الاوروبية 38 كيلوغراما، ويصل وزن ذئاب امريكا الشمالية الى 36 كيلوغرام، ويبلغ متوسط وزن الذئاب العربية والهندية 25 كيلوغرام. يمكن ان يصل وزن الذئاب الاثقل وزنا الى 90 كيلوغرام، ويزداد حجم الذئاب اضعافا مضاعفة، حيث تزيد المسافة بينها وبين خط الاستواء. كما ان الذئاب القادمة من المناطق الاستوائية لا تكون في الغالب اكبر من الكلاب متوسطة الحجم، ولكن ذئاب اقصى الشمال يمكن ان تتجاوز 55 كيلوغرام في الاسكا وكندا وروسيا. يعني كل ما هتطلع في الشمال اكتر كل ما حجم الذئب هيزيد. تجد الذئاب ان الكلاب لذيذة المذاق على الرغم من ارتباطهما الوثيق بها، نفس النوع تقريبا، لكن العديد من الذئاب تعتبر الكلاب فريسة. في معركة بين الاثنين سوف يتفوق الذئب حتى على الكلاب الكبيرة بشكل عام، حيث أن الذئاب لها أسنان أكبر وعضة أكثر خطورة في روسيا، حيث أصبحت الكلاب الضالة مشكلة خطيرة هناك. فهناك أصبحت الكلاب من غذاء الذئاب، غالبا ما يغوي الذئب كلبا ليتبعه، مما يؤدي به إلى كمين نصبه بقية القطيع. أنواع قليلة فقط من الكلاب مثل الكلب الكوكازي والمستيف التبتي هما الذين يستطيعون الفوز على هذا الذئب الفتاك. الذئاب لها صورتان معروفتان للناس، ومن هذه الأشياء يثير مشاعر الخوف لأن اللعاب يخرج من فمه مثل شرارة تطير من عينيه، ولأنه خطر على الأطفال والمواشي، لكن في الوقت نفسه تحظى بالإعجاب لقوة مجتمعاتها وتركيزهم معا في بيئة مألوفة وكونها سمة أساسية للحياة البرية. هناك معلومات قد لا تعرفها عن الذئب تشير إلى ولائه وفخره وقوته وسلالة دمه الجيدة التي تميزه عن الحيوانات الأخرى. يتميز الذئب بالإخلاص والوفاء لزوجته ولا يتزوج غير زوجته، فلا يخونها بأخرى، بل أن أنثى الذئب لا تخون زوجها أيضا. يبكي الذئب على فراق رفيقه ويعوي باكيا لأشهر أو سنوات من أجل انفصاله، ويعوي من شدة الحزن. الذئب بارا جدا لوالديه، فهو يصطاد لهم في سن الشيخوخة ويتزوج مرة واحدة فقط. ما هو اسم أنثى الذئب؟ تسمى أنثى الذئب السرحانة أو السنداوة أو عسقلة. تبلغ فترة حمل أنثى الذئب 65 يوما، وبعد ذلك تلد، وتتراوح بين 3 و8 جراء صغيرة عمياء ومغلقة. الأم تربي الصغار وتعلمهم عن الحياة المنظمة للذئاب ونوع الفرائس والنعامة التي يجب أن تأكلها الذئاب أم لا. من المعروف أن الذئاب لا تفضل البقاء في مكان واحد، ولكنها تسافر دائما. تعيش الذئاب في مجموعات من 6 إلى 10 أشخاص، ومن المعروف أنها تسافر لمسافات طويلة تصل إلى 19 كيلو مترا في اليوم. هل تعلم حكاية الذئب في قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟ لقد طرد إلى الأبد بسبب تهمته أكل يوسف وهو لم يفعل. أعتقد أن خطيئته كانت هروب كل تلك السنوات ولا يحاول تفادي الاتهام او تبريره. حتى بعد اعتراف اخوة يوسف لم يتم رد اعتباره. ربما رأى الذئب اختلافا في الاتهام او وجد انه لا جدوى من تبريره، فاختار الوحدة. غلبته عزة نفسه وفاز بفخره بدلا من التودد لبقية الحيوانات وجعله موضع الاذلال والضعف، ورفض ان يكون كلبا مروضا او اسدا يناطحه من خلف السياج.
فلتكن عزيز المشاهد لديك عزة نفس وقوة شجاعة مثل الذئب، ولا تكن مثل الكلب. في الفيديو ده أنا اتكلمت عن حقائق عن الذئاب لم تكن تعرفها من قبل، وقلت قصة الذئب في قصة يوسف عليه السلام. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. سلام، واشوفكم في فيديو جديد.